جمهورية الطاكوس، حضرة الجزائر ومركز الدعارة في العالم. الدعارة في حضيرة الجزائر ليست مجرد مهنة، بل هي حب وعشق متوارث للرذيلة منذ الأزل. لم تبدأ الدعارة في حضيرة الجزائر مع أم حسن، ولن تنتهي مع بنت شنقريحة، عفوا ابن شنقريحة، الذي تزوج بذكر فرنسي ليحس بطعم الأنوثة مثل أبيه. غرقت حضيرة الجزائر في مستنقع الدعارة والطاكوس منذ الاستعمار العثماني، الذي وضع أولا حجر الأساس للدعارة المرخصة في حضيرة الجزائر للترفيه عن الجنود الانكشاريين لقرابة 4 قرون، ثم ازدهرت إبان الاستعمار الفرنسي لمدة تفوق 130 سنة قبل أن تتكاثر وتتناسل بيوت الدعارة التي يحتفظ بها كبار المسؤولين في الخيش الشعبي الجزائري لما تدره من أرباح سهلة عبر الاتجار في اللحوم البشرية الجزائرية وشرفهم وكرامتهم. حسب مقال نشره الصحافي جان ميساديو بموقع نور أريكوم تحت عنوان الأفارقة والصينيون ينعشون اقتصاد الدعارة في الجزائر بتاريخ 21 من فبراير الماضي، فإن ظاهرة الدعارة تتزايد بوتيرة سريعة، خاصة وأن الجنرالات يتبنونها ويؤمنون لها الحماية، حيث يوجد في الجزائر أكثر من 35,000 بيت دعارة، 20,000 منهم تربطهم صلات وثيقة بكبار المسؤولين في جمهورية الطاكوس، مما يعني أن الحضيرة الجزائرية متواطئة في هذه الجريمة على الرغم من حملاتها الزائفة على أماكن الدعارة في مختلف مناطق البلاد، إلا أن الوضع ينكشف كل يوم عبر زيادة عدد المتورطين في هذه الأعمال القذرة. والدليل أن هذه الشبكات مرتبطة دائما بحيازة وتسويق الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال الفتيات اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 18 عاما. واستنادا إلى نفس المصدر، أكد تقريرا سابق لدوائر الدرك في الجزائر حول قضايا الدعارة وتفكيك شبكات الدعارة وتسويق النساء، تفشي الدعارة في جميع مناطق الجزائر بدون استثناء حسب إحصائيات معهد العباسية حول ظاهرة الدعارة في الجزائر، خصوصا في الآونة الأخيرة في جميع الجزائر. أي نهضر مع ولاد بلادي في الجزائر. الدعارة هي باطل، يطلعها في اللوطو طاكوس، يشري لها طاكوس تمد روح، مع احتراماتي لبنات الفاميليا. في الجزائر هنا العالم الثالث، الدعارة هي باطل. ما مش يخلصوا بزاف الرجاله في الجزائر. لوطو تاع شابه قلت لك يعرضها شيشه طاكوس تاع 50,000 تمد روح. احنا في الجزائر، في الجزائر راني نهضر مع ولاد بلادي في الجزائر. الدعارة هي باطل، يطلعها في اللوطو طاكوس، يشري لها طاكوس تمد روح، مع احتراماتي لبنات الفاميليا. في الجزائر هنا العالم الثالث، الدعارة هي باطل. ما مش يخلصوا بزاف الرجاله في الجزائر. لوطو تاع شابه قلت لك يعرضها شيشه طاكوس تاع 50,000 تمد روح. احنا في الجزائر، في الجزائر راني نهضر مع ولاد بلادي في الجزائر. الدعارة هي باطل، يطلعها في اللوطو طاكوس، يشري لها طاكوس تمد روح، مع احتراماتي لبنات الفاميليا. في الجزائر هنا العالم الثالث، الدعارة هي باطل. ما مش يخلصوا بزاف الرجاله في الجزائر. لوطو تاع شابه قلت لك يعرضها شيشه طاكوس تاع 50,000 تمد روح.